استقالت الهيئة الإدارية في مسرح أوبرا روما جماعياً حوالي 200 من عازفيها ومغني الجوقة، يأتي ذلك على خلفية صعوبات استمرت شهوراً بشأن الميزانية، بالإضافة إلى إضرابات الموسيقيين. المسرح سيستبدل موسيقيه بآخرين مستقلين، وهي طريقة متبعة في الكثير من دور الأوبرا الأوروبية. لسوء الحظ كثيراً ما شهدت دار الأوبرا نقصاً في الميزانية، العاملون فيها يدفعون الثمن دائماً، لكن هذه المرة العواقب كانت وخيمة لدرجة يصعب تصورها، يقول هذا المغني. قرار الإقالة الجماعية يأتي على خلفية استقالة قائد الأوركسترا المشهور ريكاردو موتي نهاية شهر سبتمبر. موتي برر قرار استقالته بالصراعات الداخلية والاحتجاجات المستمرة والإضرابات التي أضرت بالمسرح وتسببت بإلغاء العديد من العروض.